انا هشام خطيب شهيرة. لا بص انت اكيد مش فاهم، سيبنا اشرح لك عشان الموضوع مش من فاهم. غير هري كتير، هي اتكسفت تيجي تاخد الفلوس فانا جيت اخده بس كده. طيب يعني هي بتاخد كام في الساعة او في الحلم؟ انا اسف. بالثانية. شيرة بتاخد 100 جنيه في الثانية. تستاهلهم بصراحة. تقول حاجة عسل؟ قصدي يعني ليه 100 جنيه في الثانية؟ هي ممثلة ولا ايه؟ شهيرة نجمة يالا، شهيرة أشهر نجمة أحلام في مصر. كونك بقى ما تعرفهاش دي مشكلتك، بس تخلينا تغاب عليك وحقنا للدماء. أنا عايز أعرف هتدفع كاش ولا كريدت؟ لا بقى معلش، ولا كاش ولا كريدت. وعايز تفضحني اتفضل افضحني. طب نزل الفخدة الضاني المعفنة دي بقى عشان شكلها وحش قوي من هنا، أنت مش فاهم حاجة. أنا ممكن ألسعك 50,000 جنيه تعويض عادي بالراحة. تدفع كاش ولا كريدت ايه؟ هدفع كاش. عاش. رفعت رجلي بتكون كده ايه؟ كريم انت رجعت بدري كده ليه؟ مفيش، نسيت فلوس بس فرجعت اجيبها وراجع الشغل تاني. هتحاسب المدير، اوعى ما تحاسبوش. نعم، هو انت كمان عارفه موضوع الاحلام ده؟ امال ما قلتليش ليه؟ اقولك على ايه يا ابني، ما كل الناس عارفاه. يعني انت كمان شفت الحلم بتاعي؟ اه شفته، بس الصراحه كنت مكسوفه يعني افتح معاك الموضوع ده. ما انت فاهم بقى. فاهم ايه؟ فاهم انه اكيد يعني ما تحبش الناس تشوف امك في وضع زي كده. ثم انت ازاي تحلم بيا بحاجه زي دي؟ هو انت عايز تاخدي مني انا فلوس يا ماما؟ والله ان كان عليا يا ابني مش عايزه، بس اعمل ايه؟ اصل حجزت عمره وعايزه ادفعها. ايوه انت عكستني. لا اقسم بالله دي بقى ما حصلتش. لا حصلت.